زالت عنده الكرة باغت الكرة هذه بالرأس إيمانويل المرة الثانية يرفعها لباتزيني ويباشر الهدف في خطأ يقول الحكم الهدف يقول الحكم في نهاية المطاف يباس الكولومبي يفتح مدار الترجيل بعد خمس دقائق باغ بالرأس كنت استمعت إلى صافرة كنت أعتقد بأن الحكم صفر وأعلن خطأ ويتحرر أنصار وعناصر فريق الميلان بعد هذا الهدف من ميريو تجمع عدد كبير جدا من لاعبي فريق ريتينا ومع ذلك تمكن يباس من فتح مجال التسجيل وهزل السباك بعد محاولة أولى كانت في الشوط الأول بالرأس صدها الحارس هذه المرة لم يتمكن من صدها قوية جدا كانت تقريبا من حارس المرمى لذلك لم يتمكن من صدها أول أهداف يباس لاعب اللي سبق له واللعب في كييف وبيرون لعب في الدوري الفرنسي لعب في نومبو في باريس إيمان يارسن أبو جان إيمان يارسن طلق من الوسط عنده الكرة طبعا يانج يوصل إيمان يارسن إيمان يارسن يانج أهداف جول إيمان يارسن أول أهداف مع الميلان القادم من مدرسة كون ينهي المباراة ويفتح ويضيف الهدف الثاني فرحة طبعا لا توصف لأن الأمر يتعلق بأول هدف اليوم مع فريق الميلان الفرنسي القادم من كون باين يونغ من مواليد 1994 عيد ميلاده بعد أربع أيام من الآن يعني مولود في 19 ديسمبر من سنة 1994 العام الماضي في كون لعب 23 مباراة هذا العام استلم كرة من إيمانويلسون وسجل هدف ثاني هاي ليون بيسرى يوزع عليه باتزيني والدفاع على مراتين ثم بوجون باتزيني الثالث لم يكن متسللا كرة بوجون هدفا في ضرب دقيقتين قضي الأمر من زمان الميلان يسجل الهدف الثالث باتزيني تقريبا كان شوية في نفس الخط أي نعم لما يكون المهاجم والمدافع في نفس الخط الأولوية والأفضلية تمنح للمهاجم تسجيل التسجيع للعب الهجومي ولكن أعتقد هنا شاهدتني بأنه كان شوية في